بس وقف هني بس. حاضر يا معالي العمده. اسمع، هتخلص كل المشاوير اللي انا جايله لك عليها وتيجي توقف لي هني ترن عليا رنه واحده على التلفون، اكتر من رنه قسما بالله لا افتح عليك. حاضر، انا هنزل اساعدك. تساعد مين؟ تساعد مين يا ابني؟ ده انا ساعد بلدك كلها. انت فاكرني قطعه ولا ايه بقى؟ هنقف نقضي اليوم في الهري والعجن؟ يلا يلا شوف مصلحتك، اتكل على الله ربنا يستر طريقك. جوله اول ما توصل لمصر تكون مقلبه في ثانيه وتتكلم زيهم. وانت ما تعرفش ان انا قضيت نص عمري في مصر ولا ايه؟ ها؟ بعدين عايزني ادخل جوه عيال اخويا يتريقوا عليا؟ يلا يلا اتكل على الله. غور جبريل ام العفش، هي رنه واحده. ها؟ حاضر. انت مين بقى يا حلوة يا أمورة؟ انت مين؟ أفندم؟ أفندم ايه؟ مين من العيال ولاد أخويا اللي جايبك هنا؟ ولا كلهم مع بعض جايبينك هنا ليه؟ قوليلي يا أختي انت هنا ليه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ أنا ما اسمحلكيش. تسمحي ايه وما تسمحيش ايه؟ وأنا لسه هسمحلك في ايه؟ ايه يا زينب؟ ايه يا زينب؟ ايه يا زينب في ايه؟ انت يا حسن؟ أنا ايه؟ ترتكب الرذيلة في بيتك يا حسن؟ ده انا قلت العيال الصغيره اللي زينب عملوها. زينب انت فاهمه غلط. لا 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 انا بفهم كويس قوي يا حسن. جايب الست دي هنا ليه؟ ولا فهمت هي دي اللي اسمها ام مازن اللي بتقولي عليها انها بتنظفلك البيت؟ قوليلي بقى مازن عارف؟ قوليلي بصراحه. يا زينب سيبيني اتكلم. اتفضل يا حسن قول انت. المهندسه ناديه رئيسه مجلس اداره الشركه اللي انا شغال فيها. زينب أختي الكبيرة. أخته الكبيرة اللي بتفهم في كل حاجة. ما تأخذنيش، اوعي تزعلي مني يا ست المهندسة. مهندسة بجد؟ ما تزعليش مني معلش، حقك عليا. عن إذنك، بس لازم حضرتك يبقى عندك شوية نظر أكتر من كده. يا أختي هو أنا قلت حاجة فكرتك أم مازن؟ خلاص يا زينب خلاص. فكرتها أم مازن في إيه؟ الله. يا باشمهندسة اتفضلي. أنا متشكرة أوي يا دكتور. لا بتشكريني على إيه؟ بس أنت قالت لي إن أنت فضلت قاعد جنبي لحد ما اطمنت عليا. الحمد لله على سلامتك. أنا عملت اللي عليا، المهم تكوني كويسة. بس أنا مبسوطة إن ده حصل. يا ريت بقى تكمل جميلك وتخليك معايا بقية الجلسات. وأنا وعدك أهو من دلوقتي إن أنا مش هتكلم خالص خالص. الراحة النفسية اللي بتحصل بين الناس وبعضها يا ابني ما حدش عارف هي بتيجي منين، وانا ارتحت لك. يعني لو تقدر تكمل خلاص خلاص، لو ما انتش عايز انا برضو مش هزعل منك. اهلا وسهلا يا باشمهندسة. حسن يا زينب تسلمي ايدك يا حبيبتي. خد يا اخويا كوبايتين الشاي بالهنا والشفا وشويه الفايش دول عشان تفتوا فيهم. فايش ايه وفت ايه بس؟ الله ما تحرجناش قدام الضيفه يا حسن، لازم نقدم لها حاجه. بقول لك يا اخويا اوعى يا حسن تكون ماشي مع الوليه دي وبتضحك على اختك. حط صوتك، بقول لك رئيس مجلس الاداره. حسن هو في برضه رئيس مجلس اداره بقصه وحلو كده؟ يلا يا زينب يلا يا زينب. منوره يا باشمهندسه منوره. اتفضلي يا باشمهندس. دي حاجة كده من زيارة زينب أختي من البلد، معرفش تكوني عارفاها ولا لأ. طبعًا عارفاها. فايش، هو أنتوا منين من الصعيد؟ من أسيوط. أنا أمي من سوهاج. أه صحيح، رمزي قال إنه من سوهاج. تتكلم أنت ولا أتكلم أنا؟ هو الحقيقة جيتك على راسي من فوق، بس فكرة إنك تعرفي ظروفي من رمزي تيجي عشان تتعاطفي معايا، أنا ممكن أستوعبها من منطقة إن أنت أخت صاحبي، لكن على مستوى الشغل أنا ما أحبش كده. خالص، حضرتك فاهم غلط خالص. أنا مش متعاطفة معاك نهائي يا باشمهندس. حتى لو كنت جاي تعتذري. أعتذر؟ حضرتك اللي المفروض تعتذر.
على اسلوبك وطريقتك وتجريحك ليا في المكتب. الصراحه انا ما كنتش مصدقه خالص. طيب انا بقى بعيد عن الاعتذار والتعاطف، انا احب احط نفسي مكان الشخص اللي انا باخد له قرار، ولما عملت كده اكتشفت ان انت صح يا باشمهندس. ما ينفعش تكسب شغلك على حساب ولادك. انا مقدره ظروفك، انت اب الاربع ولاد، وصدقني ده مش تعاطف خالص، ده احترام. بس برضه انا ما جيتش عشان اقول الكلمتين دول. ما انا حضرتك جايه ليه؟ عشان اتاكد بنفسي، لان رمزي مش دايما بيقول الحقيقه. وحضرتك كنت متخيله ان انا ورمزي عاملين عليكي فيلم عشان تتعاطفي معايا؟ مش حضرتك اللي مقصود خالص يا باشمهندس، بس كان لازم تبقى دايركت معايا وتشرح لي. انا مش مطالب اشرح ظروفي لحد. لازم تبقى واضح يا باشمهندس. وحضرتك اديتيني فرصه اتكلم اصلا. حضرتك بتعلي صوتك عليا في بيتك، بجد طريقتك فجه. وطريقتك انت ايه؟ انا؟ امال انا؟ انت. انا مش فاهمه انت صعيدي من اي اتجاه. لا من فضل حضرتك، انا غلطانه ان انا جيت. افضل بقى فت في الفايش ده انت وام مازن. من فضلك يا باشمهندسه اتفضلي ارتاحي، من فضلك خلينا نكمل كلام. صباح الخير. صباح النور. باشمهندسه لسه ما وصلتش؟ لسه. طب مفيش اي جديد عن حسن؟ لا، بس هي بعتت لي رساله الصبح وقالت لي ما تبلغيش حد بالقرارات ولا حتى الباشمهندس رضوان. ليه؟ هو الباشمهندس رضوان ما كانش يعرف؟ حاولنا نوصله امبارح طول اليوم، موبايله كان مقفول، بس الحمد لله. يمكن تكون الحيزابونه دي رجعت نفسها في العك اللي هي عايزه تعكه. ما نتكلم كويس عن الناس. لا اله الا الله، ربنا يجيب العواقب سليمه. تفتكر ممكن تراجع نفسها في القرارات دي؟ صباح الخير، الرئيسة جوه؟ ازيك؟ أهلا. لا يا باشمهندس، لسه ما جاتش. بقول لك إيه يا عفاف؟ هو في أي أخبار جديدة؟ بخصوص إيه؟ يعني ترقيات، تنقلات،